توقيف نزار السبيطي وهشام الملولي بمدينة مكناس. أفادت مصادر مطلعة أنه تم اعتقال المدعوان نزار وهشام الملولي وإيداعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بمدينة مكناس، وتم اعتقالهما عقب تورطهما في تبادل الضرب والجرح وإحداث الفوضى بالشارع العام مع 3 أشخاص آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وسبق أن طالب المغاربة باعتقال نزار السبيطي الذي كان متزوجا من ندى حسي بعد الفيديوهات التافهة التي كان ينشرها على موقع يوتيوب، ويشار إلى أن هشام الملولي شرطي معزول على خلفية قضائه لعقوبة سجنية إثر شكاية باعتداء جنسي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.